ما حكم من أعطى جزءا من زكاته لشخص واحد حيث هو مستحق وقريب له جدا؟ هل يعطيه مثلا ربع الزكاة ولو وصلت إلى 50,000؟ يعطي المحتاج بقدر حاجته ولو استغرق ذلك كل زكاته. فإذا كان هذا المحتاج يحتاج الزكاة كلها فإنه يعطيه إياها، أو يحتاج نصفها أو ربعها، يعطيه بقدر حاجته، المهم أنه يعطيه بقدر حاجته. جزاكم الله خيرا.